يعني معنى أن عندنا مثلا الخامنائي، الخامنائي هذا لو وقع في معصية لا يجب طاعته في المعصية، لكن هل يجوز الخروج عليه؟ مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. العلماء الشيعة نصوا مثلا هنا عندنا كتاب ولاية الفقيه بين البداهة والاختلاف أكرم بركات، يقول وهو ينقل عن الخميني قال: ما هو دليل الإمامة بعينه؟ دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه، منقول من كتاب البيع. يقول هنا الخميني على أن دليل ولاية الفقيه هو نفسه دليل الإمامة. إذن الأدلة التي يستدل بها الشيعة على الإمامة هي بنفسها أدلة على ولاية الفقيه. إذن كل دليل سيستدلون به على وجوب اتباع أهل البيت هي بنفسها ستكون دليل على ولاية الفقيه. إذن أنا سأسأله سؤالا، هل الولي الفقيه الآن يمكن صدور المعصية منه؟ تفضل يا علاء، تفضل. يلا سمعت السؤال؟ هل ولي الفقيه يمكن صدور المعصية منه؟ هل يمكن أن يزني ويلوط الخامنائي والخميني أو لا يمكن؟ تمام، شنو الفرق بينك وبيني؟ أنا سألتك سؤال، هل يمكن أو لا يمكن؟ سؤال، اسمعني اسمعني، هل يمكن أو لا يمكن؟ لا تضيع بقى وقت الشيخ، لا تضيع وقت الشيخ. هل يمكن أو لا يمكن؟ يلا حديث النبي تجيب لي قبل المشكلة. يا رجل يا رجل، هل يمكن ولا ما يمكن؟ قال النبي عنده. شوف يقول الخميني، اسمعني اسمعني، ماذا يقول الخميني؟ يقول الخميني، اسمعني خلاص طالما مش هتجاوب خلاص سيب له وقت. يقول الخميني: يصرفون الأموال على فروخهم، عندهم فروخ ما نحن نعرفهم، وحق الحسين يعرفون المعممين الفرخشية ويعرفون فروخهم ويعرفون هذا فرخ هذا. فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما أن الرسول حجة عليهم. من هو الحجة على الناس في كلام الخميني؟ هم الفقهاء. الفقهاء ليسوا معصومين وليسوا من العترة ولم يأمر باتباعهم، والخميني يقول هم الحجة على الناس. إذا كانوا هم الحجة على الناس فقد يمكن يصدر الكفر منهم، والزنا يصدر منهم، واللواط يصدر منهم. إذا الحاكم إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له، بدليل الأحاديث التي عمي عنها أحمد الإمامي وعمي عنها على المهدوي.